أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية بعضها من بعض صدق الله العلي العظيم هل يصح أن أسألك أنت المؤمن وأقول لك هل تحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كلا، سؤال خاطئ. هل يصح أن أقول لك هل تخدم المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ هل تخدم اسم المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ سؤال خاطئ. السؤال عن البديهيات بصورة عامة سؤال خاطئ إلا إذا كان هناك هدف آخر غير الاستفهام الحقيقي. المؤمن حب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مزروع في قلبه، قلبه طينة قلبه من حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. تسأله عن أنه يحب الإمام الحسين؟ عجنت روح المؤمن من فضل طينة أجسامهم الطاهرة. تسأله أنه يخدم الإمام الحسين؟ تسأله أنه يخدم اسم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكن
هناك شاعر كبير قدير مجيد مكثر رقيق الشعر اسمه جمال الدين علي بن عبد العزيز الخلعي أو الخليعي، عنده قصائد كثيرة في مدح ورثاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل أكثر شعره، بل قيل كل شعره في مدح ورثاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قد لا تجد له بيتا في غير مدح أهل البيت ورثاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في أحدى قصائده الرائعة في رثاء المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقول: أي عذر لمهجة لا تذوب، وحشا لا يشب فيها لهيب، ولقلب يضيق من ألم الحزن، وعين دموعها لا تصوب، وابن بنت النبي بالطف، إلى آخر الأبيات. لا أريد أن أقرأ، لأنه من هنا يبدأ ذكر مصيبة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بنفسه. أبيات وأبيات، قصائد وقصائد. هذا الشاعر تعرفونه أم لا؟ تعرفون قصته أم لا؟ نعم تعرفونه، وأكثركم تعرفون قصته، لعلكم بهذا الاسم لا تعرفوه. قصته مشهورة جدا، كثير من المؤمنين سمعوا قصته. هذا الشاعر ولد من أبوين ناصبيين، وأمه نذرت أنه إذا ولد لها مولود ذكر ترسله لقطع طريق زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فولد هذا المولود، ولكن الأم غافلة تتصور أن حاجتها قضيت. فلما نشأ كبر، أصبح قويا، أرسلته أمه إلى نواحي المسيب لكي يبقى هناك. هناك كان طريق من طرق الزوار إلى كربلاء، ينتهي هذا الطريق إلى كربلاء، منطقة قريبة من كربلاء المقدسة. يقف هناك على الطريق، فإذا مرت قافلة الذي يتمكن منهم يقتلهم، والذي لا يتمكن منهم يحاول أن يسرق منهم. قتل وسرقة، ممن؟ من زوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ذهب من داره إلى تلك المنطقة التي كانت الطريق إلى كربلاء، تعب، وصل هناك متعبا، إلى أن تصل قوافل أخذ غفوة فنام. فمرت قافلة، وبطبيعة الحال في تلك العصور هو في القرن الثامن الهجري، توفي سنة ما يقارب من 750 هجرية. القافلة مرت، تصاعد الغبار، طبعا شيء من الغبار صار على جسمه، فرأى في عالم الرؤيا أنه جيء به في يوم القيامة، فأمر به إلى النار، أخذ ألقي في نار جهنم.
النار مشتعلة جسمه لا يحترق. كيف لا تحرق النار جسما؟ سئل كيف النار ما أحرقت جسمه؟ فقيل أن شيئا من الغبار من قافلة تريد زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، شيء من الغبار صار على جسمه، هذا الغبار يمنع من احتراق الجسم. استيقظ ذعرا مستوحشا ألقي في النار، عرف أن مسيرته في حياته كلها مسيرة منحرفة، عرف الخطأ، من نفس المكان قام سار إلى كربلاء يريد زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فأنشأ هذه الأبيات المشهورة: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. صار مؤمنا حسينيا مخلصا خادما للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أكثر أشعاره في رثاء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. بلغ درجة عالية من الإخلاص في هذا المجال يسمى بالخلعي أو الخليعي. تعلمون لماذا؟ ذات مرة قال قصيدة، قبل أن يقرأ القصيدة لأحد ذهب إلى حرم المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وقرأ القصيدة أولا للمولى سيد الشهداء صلوات الله عليه، فسقطت خلعة كانت معلقة بالباب أو بالسقف، سقطت في حجره، فسمي بالخلعي أو الخليعي. من هذا الشخص؟ شخص بدايته شخص ناصبي، من النصب خرج. النصب أين؟ النصب أبعد نقطة عن الله سبحانه وتعالى، أبعد ما يكون الإنسان الشخص من الله سبحانه وتعالى أن يكون ناصبيا، هذه أبعد مرحلة عن الله سبحانه وتعالى. أين وصل؟ أصبح مخلصا ذائبا في حب سيد الشهداء، مغرما بحب اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كم المسافة بين البداية والنهاية؟ هذا الشخص الموصلي الذي كان ناصبيا في بدايته، هذا الشخص حجة علينا في يوم القيامة. هو مشى هذه المسافة الطويلة في حياته، من بدايته إلى نهايته المسافة جدا طويلة. أنا وأنت ولدنا على حب سيد الشهداء، أول ما وضع في أفواهنا تربة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أول قوت لنا في هذه الدنيا، من الكلمات الأوائل التي سمعناها أو لعلها أول كلمة سمعنا: يا علي. كم المسافة التي مشيناها في طريقنا في حياتنا مثل هذا الشخص؟ عشر معشار هذه المسافة ما مشيناها نحن. هو من أين خرج وأين وصل؟ نحن في بداية حياتنا سمعنا أسماء أهل البيت، حضرنا حسينيات، مجالس حسينية، شعائر حسينية مباركة، سمعنا زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، آباؤنا وأمهاتنا كانوا يقرؤون الزيارة ونحن نسمع.
منذ بداية حياتنا في هذه الدنيا. هذا الشخص الذي كان في بدايته ناصبيا، هذا الشخص ترك من أجل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كل شيء، ترك أهله، ترك عشيرته، ترك بلده، ترك كل شيء من أجل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. مسيرة صعبة كانت تحملها، عشر هذه المسيرة أنا وأمثالي مشينا، هذا حجة علينا. يرتقي الإنسان، عندنا حب أهل البيت، نعم بديهي، سؤال غير صحيح، استفهام حقيقي خاطئ. حب أهل البيت، حب الإمام الحسين، طينتنا معجونة بحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، معلوم حب الإمام الحسين عندنا، ولكن في أي درجة نحن؟ الحب درجات أم لا؟ واضح درجات، بديهي. نبقى في هذه الدرجة إلى آخر عمرنا أم نسير؟ ما الدرج طويل، درجات كثيرة بالآلاف بعشرات الآلاف لعلها بالملايين، مدارج حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنا في أي درجة؟ أدنى درجة، درجة ثانية، ثالثة، عاشرة، في أي درجة أنا؟ يرتقي الإنسان في حب أهل البيت، يرتقي الإنسان في تفانيه في حبه لاسم الحسين عليه الصلاة والسلام. يتوجه إلي ضرر فليكن، يرتقي الإنسان في فضحه لأعداء الإمام الحسين الذين أسسوا القتل لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، والقتل لأبيه، والقتل لأمه، والقتل لإخوانه الطاهرين صلوات الله عليهم. عشر هذا الضرر الذي تحمله هذا الشخص الذي كان في بدايته ناصبيا، تحملته في سبيل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ارتقيت، ابتعدت، أصبحت كما يحبه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. أنا في درجة الإمام الحسين يرضى بواقعي؟ هذا حفيده صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فداه، هو الحسين في هذا الزمن صاحب الأمر، أرواح العالمين فداه، يرضى عنا إمام زماننا؟ هذا الشخص الناصبي في بدايته، المؤمن في نهايته، ترك كثيرا، تحمل كثيرا. أنا لإرضاء إمام زماني أترك الذنوب، هذا أسهل بكثير مما تركه هذا الشخص، ترك الذنوب. لا أتمكن، صحيح، نعم صحيح، ولكن عندي قوة أوجه خطابي لمولاي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أقول له: سيدي أبا عبد الله، عليك ولا على غيرك، عليكم ولا على غيركم، اعتمادي عليكم، أنتم خذوا بأيدينا. سيدي أبا عبد الله، القسم بالله عز وجل مكروه إلا في الأمور المهمة. سيدي أبا عبد الله، والله لو تركتنا لحظة واحدة نهوى إلى قعر جهنم، والله لو تركتنا لحظة واحدة نذهب إلى قعر جهنم، نذهب. سيدي أبا عبد الله، طيلة حياتنا أنت أخ، أنت وأباءك وأبنائك أخذتم بأيدينا، لا تتركوا أيدينا. سيدي أبا عبد الله، نحن لا نقوى على أعدائنا، أعداؤنا أقوياء، الشيطان قوي، لا نتمكن عليه،
الدنيا قوية لا نتمكن عليها، الشهوات سيطرت علينا لا نتمكن على دفعها. هوى النفس القوة الغضبية، أعداؤنا أقوياء، بدونكم نذهب ننتهي، لا نتمكن من مجابهة هؤلاء الأعداء، أنتم خذوا بأيدينا، نتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نطلب منهم أن يرتقوا بنا. هذا النقصان الموجود فينا، موجود نقص أم لا؟ الإنسان الناقص يدخل إلى الجنة أم لا؟ لا يدخل بصريح العبارة. الذي عنده مشاكل دينية، عملية دينية أو عقدية دينية، والعياذ بالله تعالى، لا يدخل الجنة. الجنة مكان الطاهرين، مكان الطيبين. من لهذا النقص؟ بماذا يتدارك هذا النقص؟ في إحدى أصح زيارات المولى سيد الشهداء، والعديد من زياراته زيارات صحيحة، في إحدى أصحها نقرأ هذه العبارة: بكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. ترة يعني نقص، من معاني ترة نقص المؤمن، كيف الله عز وجل يتداركه؟ يتداركه بكم. عندنا نقص، كيف يتدارك هذا النقص؟ أحد منا ينكر وجود نقص فيه؟ كيف يدخل الشخص الناقص إلى الجنة؟ يحتاج إلى تدارك. بماذا يتدارك؟ وبكم يدرك الله، يعني يتدارك، يدرك يعني يتدارك، يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. الترة التي يطلب بها، النقص الذي يطلب به، بكم الله عز وجل يتداركه. كيف يتداركه؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. احتمالات كلها طبعا صحيحة، ولكن احتمالات في تفسير هذه العبارة. الاحتمال الأول أنه في يوم القيامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ من فضائلهم ويوزعها على المؤمنين لكي يرتفع هذا النقص، والله عز وجل يصنع ذلك ويوزع ويرتفع هذا النقص ويدخلون الجنة. هذا المعنى ورد في روايات شريفة. احتمال آخر أيضا ورد في الرواية الشريفة، أقول هذه الاحتمالات كلها صحيحة، ولكن هل هذا الاحتمال تفسير هذه العبارة أو الثانية أو الثالثة أو غيره؟ احتمال آخر في تفسير هذه العبارة أن النفس ارتباط المؤمن بأهل البيت بهذا البحر من الطهر، بهذا البحر من النقاوة، من النزاهة، هو ارتباطه بهذا البحر، هذا الارتباط هو ينظف، هو يطهر. مثاله الواضح: أنت جسمك عليه والعياذ بالله أوساخ، تذهب إلى البحر، تدخل في البحر، تطهر، خلاص الأوساخ تزول. ارتباطنا بأهل البيت هكذا، نحن مرتبطون ببحر من الطهر والنزاهة، هو ارتباطنا بهذا الارتباط. الله عز وجل يدرك، يتدارك هذا النقص، هذه الشوائب تذهب. احتمال آخر، طبعا المعنى الثاني أيضا وارد في الرواية الشريفة، أتذكر مرة قبل فترة ليست بعيدة قرأت رواية شريفة من الروايات في هذا المجال في هذا المسجد الشريف. احتمال آخر في معنى هذه العبارة: وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. أنت في الدنيا، في الدنيا أعمال، تنتقل إلى البرزخ، في البرزخ بداية حساب، الحساب في البرزخ بيد من؟
كل حساب البرزخ حسب كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه، وذكرت لكم الرواية أكثر من مرة، كل حساب البرزخ بيد الإمام سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وله كل الصلاحيات وله كل القدرات من الله سبحانه وتعالى. في البرزخ له صلاحيات مطلقة، يطهرك حتى تنتقل إلى القيامة طاهرا نظيفا تصلح أن تدخل الجنة. إن حدث بالنسبة لشخص من المؤمنين ما طهر في البرزخ ينتقل إلى القيامة، الحساب في يوم القيامة بيد من؟ كل الحساب في يوم القيامة بيد المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وله كل الصلاحيات وله كل القدرات من الله سبحانه وتعالى. هناك يطهرك تصبح مؤهلا لدخول الجنة. هنيئا هنيئا للمؤمن. ما الذي يفقده المؤمن؟ يوجد شيء مهم يفقده المؤمن أصلا في البرزخ؟ الحساب بيد مولاك. في القيامة الحساب بيد مولاك. في الدنيا وإن كانت الدنيا لا تسوى شيئا ذرة، في الدنيا عندك نعمة والله أقسم بالله عز وجل لأهميته. في الدنيا عندك نعمة والله العالم محروم من هذه النعمة، وهذه النعمة تسوى كل نعم الدنيا، نعمة ولاية أمير المؤمنين. نعمة حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسمع أسماءهم الطاهرة ينشرح قلبك، روحك تطيب، تحس براحة. هذه نعمة قليلة. النعم الدنيوية تقاس بهذه النعمة؟ يا أخي هذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. من هو الإمام الحسين؟ المرجع الكبير الفقيه العظيم الشيخ جعفر التستري رضوان الله تعالى عليه، هذا الفقيه الكبير، هذا العالم الذي كان في قمة القمم بالنسبة للبشر العاديين طبعا في علوم وعلوم. يقول الشيخ جعفر التستري ويروي ذلك ليس من نفسه، قبل أن أنقل لكم كلام المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه، أنتم تعلمون، أنتم مؤمنون تعرفون هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى خلق أنوار أهل البيت من نوره ثم جعل جزءا من أنوار أهل البيت في آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذا النور صار ينتقل إلى الآباء والأمهات. عندما كان هذا النور في أحد آباء النبي وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام كان يظهر هذا النور في وجهه، في وجه ذلك الأب. وعندما كان ينتقل هذا النور إلى إحدى أمهات النبي وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام كان النور يظهر في جبينها. لماذا يظهر في وجه الأب يظهر في جبين الأم؟ لأن الأب إنسان مؤمن عظيم، ولكن آباء النبي إلى آدم كلهم مؤمنون، ولكن ما كان هؤلاء الآباء من سنخ نور أهل البيت. طبعا النور يظهر في الوجه ويظهر في الجبين. أمهات
النبي صلى الله عليه وآله إلى حواء. ما كنا من سنخ نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نور أهل البيت كان يظهر عليهم عليهن. ولكن إذا كان الأب أو الأم هو من سنخ نورهم أيضا يظهر فيه نور؟ لا، واضح. ولذا آباء الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الأئمة الذين كانوا آباء الأئمة، ما كان يظهر عليهم نور أبنائهم. الإمام الصادق كان في وجهه يظهر نور الإمام الكاظم؟ لا، لأنه هو من نوره. الإمام الصادق والإمام الكاظم من نور واحد، فلا يظهر نور الإمام الكاظم في وجه أبيه الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق هو نور، هو من نفسه هذا النور، ليس نور آخر، ليس نور أضعف، هو من نفسه هذا النور. ولكن هذا الشيء له استثناء واحد، العلامة التستري يقول، المحقق التستري رضوان الله عليه، هذا الشيء له استثناء واحد، نور يظهر على النور. ما هو الاستثناء؟ هذا ما هو وارد في رواية شريفة طبعا. أم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من هي؟ الصديقة الكبرى سلام الله عليها، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هي من نورهم أم لا؟ هي من نورهم، واضح في الرواية الشريفة. في أيام حملها بالإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان نور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يظهر على وجهها. نور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نور يظهر على نور. أنا لا أتمكن أن أفسر هذه الرواية الشريفة، هو المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه بجلالة قدره بمقامه العلمي الشامخ لا يتمكن أن يفسر. يبدو حسب ما يقوله المحقق التستري وهو محقق، هذا شيء استثنائي. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا، تتمكن أن تفهم هذه الرواية الشريفة؟ تفضل. أختم حديثي بحديثين شريفين، باعتبارنا على أبواب النصف من شعبان، الزيارة المخصوصة العظيمة لمولانا وسيدنا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. تعلمون زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في النصف من شعبان من أعظم مواسم الزيارة، من أفضل مواسم الزيارة. أقرأ لكم حديثين شريفين، الأحاديث في هذا المجال كثيرة. الحديث الشريف الأول، حديثان مختصران طبعا. الحديث الشريف الأول، السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، واسمه جدا لطيف، اسم السيد ابن طاووس ما هو؟ مثل الإمام الرضا، اسمه شبيه باسم الإمام الرضا، علي بن موسى بن جعفر بن محمد، اسمه السيد ابن طاووس هذا رضوان الله تعالى عليه. في كتاب الإقبال يقول: ومن ذلك ما رويناه عن محمد بن داود القمي. من هو محمد بن داود القمي؟ صاحب الوسائل. يذكر هذه الرواية هنا، يعلق يقول عن محمد بن داود القمي الذي يروي عنه في هذه الرواية الشريفة السيد بن طاووس، يقول صاحب الوسائل الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، يقول: المتفق على صلاحه وعلمه وعدالته، قمة كان، من أوثق الثقات، وعالم طبعا، شيخ القميين، شخصية مرموقة جدا، بإسناده عن ابن أبي عمير. من هو ابن أبي عمير؟ هذا تعليق السيد ابن طاووس نفسه، يقول: الذي ما كان في زمانه مثله. اقرأوا تاريخ ابن أبي عمير تصدقون هذا الكلام. عن معاوية بن وهب. من هو معاوية بن وهب؟ أيضا هو السيد ابن طاووس يعلق، يقول: العبد الصالح المعظم في زهده وفضله، من كبار الفقهاء، من تلاميذ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
عن الإمام أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا كان أول يوم من شعبان، يعني مثل قبل يومين، في كل سنة هذا الشيء يتجدد، ماذا يحدث؟ إذا كان أول يوم من شعبان نادى مناد من تحت العرش: يا وفد الحسين، لا تخلو ليلة النصف من شعبان من زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام، لا يكن تحرم من هذا التوفيق. منادي قبل يومين نادى بهذا النداء، في كل أول شعبان ينادي: يا وفد الحسين، لا تخلو ليلة النصف من شعبان من زيارة الحسين عليه السلام، فلو تعلمون ما فيها، لو كنتم تعلمون ما في زيارة الإمام الحسين في النصف من شعبان، لطالت عليكم السنة حتى يجيء النصف، يعني من شعبان. الإنسان الذي ينتظر شيئا مهما المدة تطول، الفترة تطول، يقول الساعات تمشي ببطء. لو كنتم تعرفون ما في زيارة الإمام سيد الشهداء في النصف من شعبان كانت الأيام تطول، السنة تطول، لا تمشي تنتظرون متى يأتي يوم النصف من شعبان. إذا كان أول يوم من شعبان نادى مناد من تحت العرش: يا وفد الحسين، لا تخلو ليلة النصف من شعبان من زيارة الحسين عليه السلام، فلو تعلمون ما فيها لطالت عليكم السنة حتى يجيء النصف. حديث شريف آخر، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه روى هذا الحديث في كتابيه، في كتاب مصباح المتهجد وفي كتاب الأمالي بسنده عن داود الرقي، قال: قال الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام: من زار الحسين، في بعض النسخ قبر الحسين، من زار الحسين في ليلة النصف من شعبان غفرت له ذنوبه، هذا شيء، ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى تحول عليه السنة. فسرت لكم مرة سابقا هذه الروايات الشريفة التي تقول لا تكتب الذنوب، المؤمن العادي لا تكتب الذنوب عليه 7 ساعات في أي وقت، مهلة لعله يتوب. هذه المهلة لبعض الأشخاص، لبعض الأزمنة، لبعض الأعمال عفوا، لبعض الأشخاص، لبعض الأعمال، هذه المدة تمتد أحيانا. زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أقل فترة لا تكتب عليه الذنوب 70 يوم، الفترة العادية 4 أشهر. ولكن الذي يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في النصف من شعبان، هذه الفترة تكون سنة إلى النصف من شعبان السنة القادمة، مهلة التوبة تكون. ثم بعد ذلك ماذا يصير؟ من زار الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة النصف من شعبان غفرت له ذنوبه، ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى تحول عليه السنة، في بعض النسخ حتى يحول عليه الحول. فإن زاره في السنة المستقبلة أو في السنة الثانية في بعض النسخ غفرت له ذنوبه. يمهل سنة، إذا تاب خلص، إذا ما تاب نسي والعياذ بالله تعالى. زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في النصف من شعبان خلص، هي الزيارة توبة، هي الزيارة غفران للذنوب. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة، الذكرى الكثيرة البركات العظيمة البركات، الذكرى الفريدة من نوعها، الفريدة في كثير من الأشياء، ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة، سيد الشهداء، الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. أسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة رسول الله
بفرحة الصديق الكبرى، بفرحة أمير المؤمنين، بفرحة الإمام الحسن، بفرحة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بعظمة هذا المولود عنده، بعظمة هذا المولود عند أهل البيت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا زيارة الإمام الحسين في الدنيا، ارزقنا شفاعة الإمام الحسين في الدنيا، ارزقنا شفاعة الإمام الحسين في البرزخ والقيامة والجنة، ارزقنا بحقه جوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير